بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم الزراري، مدير قناة الأزواق تي في. بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، أبارك لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن سنة سعيدة على الجميع، باش ما تمنيت إن شاء الله. قناة الأزواق تي في تعيدكم بأنها ستكون عند حسن ظن كل المتتبعين ديالها. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم بالعبيزي حسن، مراسل قناة بلازواق تي في مدينة الجديدة. إلى مشاهدي ومتتبعي قناة بلازواق تي في، سنة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير، 2024 إن شاء الله. معكم فهيم البياش، ممثل قناة بلازواق تي في بجهة الشرق. مناسبة السنة الجديدة، أتقدم إلى كل متابعي قناة بلازواق تي في من داخل أرض الوطن ومن خارجه سنة سعيدة إن شاء الله. بمناسبة حلول يعني السنة الجديدة 2024، كنتقدم يعني بجزيل الشكر إلى كل مشاهدي بلازواق تي في عبر مملكة المغرب وداخل المغرب وخارج المغرب، وشكرا يعني لكل الأخوة والأخوات المراسلين والمراسلات معنا بجريدة بلازواق تي في، وتحياتي لكم. بركاته معكم عبد الإله بالهدية من مدينة المراسل من مدينة المحمدية. كنطلب الله سبحانه وتعالى تكون 2024 دخلنا بالصحة والسلامة، وكنشكر الزملاء وزميلات اللي معنا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بود بزي ياسين، مراسل قناة بلازواق تي في بجهة فاس مكناس. كنتمنى حلول سنة ميلادية سعيدة على جميع المغاربة قاطبة من طنجة للقويرة، ونتمنى أنها تكون في واحد المسار اللي ترقى به بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، يوسف نظيفي، مراسل قناة بلازواق تي في. كنتمنى المراسلين ديال قناة بلازواق خاصة سنة سعيدة، والمغاربة عامة سنة سعيدة مليئة بالازدهار والتقدم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم، فنان الغليمي، مراسل جريدة بلازواق تي في من مدينة حد السوالم. كنتمنى سنة سعيدة لجميع الشعب المغربي بمناسبة حلول السنة 2024. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عزيز فرضوي، مراسل قناة بلازواق تي في مدينة أفورار. وبهذه المناسبة كنقول لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. أدوني السلام عليكم، لاباس مدوني قال حالة ايت تمازير تهنام بخير، كلشي مزيان. المناسباتك أدوني التينيغ اسكواس ايفولكين اتيشكشم ربي غيفون سالخير ان شاء الله، دما تمنام طول العمر صحتي غزيفنا ان شاء الله، والتحية للطاقم بلا الزواق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عديل كدني مدينة المحمدية. في هذه المناسبة ديال 2024 كنقول للمشاهدين قناة بلازواق تي في كل عام وأنتم ألف خير. السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة بلازواق تي في، متمنية لكم ب 2024 بالصحة والهناء وطول العمر. كان معكم مراسل مصطفى زريزة عن مدينة سيدي مومن عمالة البرنوسي. السلام عليكم، معكم مراسل قناة بلازواق تي في محمد جاط من سيستيما. نتمنى لكم سنة سعيدة 2024 وكل عام وأنتم بألف خير. كل سنة سعيدة للطاقم بلازواق تي في بمناسبة حلول السنة الميلادية 2024، مزيد من الصحة والهناء وراحة البال، وتحياتي لكم مرة أخرى. السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة بلازواق تي في، أتمنى لكم سنة سعيدة سنة 2024، وإن شاء الله تدخل عليكم بالمسرات والأفراح إن شاء الله. السلام عليكم، معكم عبد الكريم الفحل، مراسل قناة بلازواق تي في الزمور إقليم الجديدة. بمناسبة حلول سنة 2024 كنقدم التهاني لطاقم بلازواق تي في وكل متتبعين قناة بلازواق تي في، وشكرا. مراسل لمدينة جهة درعا تافيلات الصافي عمر، بمناسبة حلول سنة 2024 كنهنئ جميع المراسلين والمتتبعين قناة بلازواق تي في، وكنتمنى التوفيق للقناة وحظ سعيد للجميع، والسلام عليكم. مناسبة السنة الجديدة كنتمنى سنة سعيدة على سيدنا نصره الله والشعب المغربي ومتابعي قناة بلازواق تي في.